أنا أعلمكم بيت الأميرات مو إذا ما سويت الخدامات. اتخذتوا القرار لو ما يا مدينة مائية سرعة باباتي أحسن شيء نروح نصعد عجبًا نقضي نهار كامل. شنو رأيكم؟ لعد وين نروح؟ اندقت الباب. باب هاي منو اجانا؟ روح شوف احنا هاي منو اجانا؟ تعال تعال هاي من هذا؟ من هذا اجانا؟ ها؟ رسالة شيلها شيلها تعال تعال طب جوا خلنا نقراها طب ماكو حد تعال خلنا نقراها تعال اسم اقراها هسه حفلة للأميرات ولازم يتحولون إلى أميرات ديزني بناتك هي حتى ما نروح سفرة نروح للحفلة نروح للحفلة حبيبتي يا حفلة حضر لا لا زعلوا لا لا ليش زعلتهم ما لا حبيباتي احنا ما نعرف هاي الرسالة من منو شلون يصير نتحول أميرات لا حبيبتي لا يخلي الروح هسه شعليك خلي اجهز هنا اسوي هنا اميرات يخلي يعني انتوا تريدون تروحون ايه يلا روح يلا اسمع دقيقه 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 قاعدينكم تبدلون تطلعون اميرات لازم اجهزهم هسه اجهزهم انتوا يلا امشي امشي اجهزكم يلا 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 امشي نبدل يلا يلا تجهيزات العائلة الحفلة الأميرات يا بنات يا سرى راح تختارين هاي انتي كلش حلوة عسولة يا هي كلش راقية زهراء زهراء راح تختار هاي اوكي متفقين يلا اريد سرى تطلعيهن أميرات ديزني والله هاي احلى هاي هاي الصفرة اي تدرين ليش؟ لأن هاي الصفرة أميرات ديزني يلبسن بدلات ملونة صح لو غلط؟ فلازم تلبس هاي يلا وهاي حتى القصر مالتها هاي كلش حلوة وياها الطاق مالتها يلا اسبع علي أريدكم سرا ما أروح للحفلة إذا بناتي ما يطلعن أميراتي ألغيها للحفلة تو لازم هسه وبعد ما نبدل سرا لازم ننتظر الموقع مال الحفلة وين يلا سرا انت ايش راح تلبسين انا ما البس انا شو علي بناتك اميرات اها هم صدق اي اوكي انا اروح وياهم اثنيناتنا نروح بس لازم بس ان يصير اميرات يلا يلا البسوا البسوا يعني الاميره الفلاح تطلع ماريا عافيه بمريوم عافيه دائما تخطفين الانظار كل شيء جاهز كل شيء جاهز هنا أنا الأميرة الكبيرة هنا أنا الأميرة الوسطانية وهنا أنا الأميرة الكبيرة لا عسولة أكبر منش عمره لا لا الآن يصير قصة سعرها لو شعرها سعرها ها ها عبالي سعرها أوكي تمام يلا وين البنات وين الأميرات سرعة أنا دا خاف من عندك الحفلة يلا يا هي الكبيرة يا الله ما شاء الله ما شاء الله هاي صغيرة عسل عسل فوتي فوتي صغيرة ثانية عاشت يديك سرا والله العظيم يا جماعة أحلى أحلى من الأميرات الحقيقيات حتى البيت داخل لا تفترون حتى لا تتوسخون وحتى البراكم حفلة الله شوفوا القعدة يا جماعة سرا عاشت ايدك على هذا الترتيب عاشت ايدك على هاي الاميرات الحلوات عندكم امنية اخاف تتحقق ان شاء الله اتمنوا اتمنوا عفية ايش تتمنين بقلبكم اي عفية عفية اتمنوا اتمنوا عفية بزهرة يلا نروح للمدينة المائية شن هالامنية مريم الله يخليك شن هالامنية هاي ايدي تمني شي قوي انت ايش تتمنين؟ انا اتمنى هاي مالت الحفله يجينا العنوان حتى اروح العنوان ماكو يا جماعه العنوان ماكو لحد الان سرى ما بيها الرسالة لا هسه شو راح نروح للحفله مال هاي شو راح نروح؟ راح اقعدهم ما يروحون لا لا زعلوا لا بس اقعدوا يعني كل شيء ولا تزعل بناتي الله يخليك شوف الرساله شوف الخط ماكو بلكي رقم تليفون شي حاطين ماكو دور ما يعني هسه راح تخليهم يروحون لو لا حبيباتي انا صراحه اخاف عليكم وما اقدر ادسكم من هيجي حفلات فلازم نلغي الموضوع حاضر لا لا الله يخليك لا لا انا ما اصبر ما احب الصبر انا ما احب يعني بناتك كلهم دا يقولوا لك اصبر مريم 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 الحلوه مريم مريم الزينه مريم مريم الشاطره مريم مريم لكم من
دقت الباب اسكتوا نص صوتكم فضحتونا نص صوتكم يلا يلا افتح الباب افتح الباب بس افتح افتح قل شوف شكو يا تفاحة شيله شيله دنشوف هاي مين شايله صوت هاي يمكن من هذول اهل الحفلة تعالي تعالي طبوا يلا دنشوف امشوا امشوا خلينا نشوفهم مين اجانا طبوا جوا طبوا جوا يعني احنا دريد العنوان ما نريد تفاح يلا بلشي بداخل العنوان يلا يلا بابات ما يصير لا طيهم طيهم تفاح الطيني انا هم الطيني سراء لا لا انا ما اعطيكم لا لا تاكلوها ليش ما ياكلوها ليش واذا لا سراء اخاف عليهم سراء هاي السله ما نعرفها منين جايتنا يا معود هو تفاح اكيد من اهل الحفله لا حبيبتي اواني قررت اول ما ينذوق التفاح الاب والام يذوقون التفاح بعدها انتم لان انتم صغار اخاف يصير بكم شيء تمام اي بابا نخاف عليكم نخاف عليكم ننتظر العنوان جانا التفاح يلا بكي بداخل التفاح اكو عنوان انا خايف من هاي الحفله لا لا ماكو شيء لا تخاف لا تخاف سرعة ما يصير نعطيهم تفاح غريب انت ابوكي انت بس هذا بسم الله طيبه طعمها غريب طبيبي يا طعم غريب سرعة والله شكو شكو للغرباء لا ما يصير ايه الله يخليك انا اسمي ميمي هم واسمي سنو وايت كل العالم تسمع بكلامي واطلع ما حد غريب يلا خلنا نفتح انتوا تريدون تروحون للحفلة مو؟ يلا انا جيت اخذكم للغرباء لا 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 انا اوديكم للحفلة اهل الحفلة دزوني روحوا للحفلة؟ ايه انا جاي اهل الحفلة دزوني حتى اخذكم لا لا انت غريبة ابوكم وين؟ اهلنا متخربطين يلا تعالوا هاكم اشتموا هاي لا لا أنا أعلمكم بيت الأميرات مو إذا ما سويت الخدامات أخيراً جبت هنوجية إلا خليه الخدامات إلي خواتي خواتي حبيباتي أنت وين أنت وين أنتوا هنا جبتكم يمي اليوم أرد أسويكم خدامات تنظفولي وتطبخولي دارون تصيرون أميرات أنت من إيش تسوين يمي أنا الساحرة جبتكم يمي وأنا دزيت التفاح لأبوكم وأنا دزيت الرسالة حتى أجيبكم يمي خدامات وما احنا محبوسات هنا احنا شو نسوي ايها هيا تقعدون حتى تنفولي وتشتغولي لازم نلقى خطة حتى نخرج ماكو خروج انتو تبقون يمي انا طيت التفاح لأبوكم وانا دزيت له رسالة حتى أجيبكم يمي خدامات واصلا انا كلكم اعرفكم همين يا زهرة اي مين هي عزولة؟ انت مين هي مريم؟ اني هاي اساميكم كلها هنا انا تطلع ما تطلعون من يمي راح تساعدوني وتشتغلون وتخدموني تدارون حفلات واعراس مو؟ انت ايش تسوين خافتنا؟ ما خافتكم يلا قعدوا ما اريد اسمع صوت يلا حتى تنفوا لي الغرفة والبيت لازم نصيح البوليس اصبر حتى نخرج من هنا ايش ما اريد اسمع صوت يلا هاي الغرفة اريدكم هسه تقومون تلمون هاي الاوراق ورقة ورقة وتنفولي وتساعدوني يلا يريدون أن يخرجين ما كنت حضرت مصطفى الأميرات لك أنا جبت هنا الذني شو وقت الحفلة الثانية حتى أجيب غير أطفال تمام تمام يلا لمن ما أريد أسمع صوت يلا أنا أجيبكم هنا حتى تنفوا تعيشوا خادمات أوكي أوكي عاني عاني أنت شكلك تعرفيني مو قوية أعرفك أنت مريم وكاتبة اسمك تدري لا لا أيام أنت عارف يا كاتش علي إيش خليني نخرج عن الخدمات على كيف
شو هالباب؟ المفتاح عندي ترى، ما تقدر تفتحه من الباب. رجعوا قعدوا يلا. يريدون يروحون. ليش يلا حتى تحضرون الغداء، دار داكل جعد. من هي مريم بيكم؟ اقول ليش هذا الغداء وراك، يلا صبي لي غداء. الي والخواتش يلا. فاصوليه وتم الخرط خطي من هاي الساحرة. خرب حظي. يا جماعه يعني انت ساحره مسويه فاصوليه وتمه، يعني ماكو هيك ديكورات يا جماعه، ماكو هيك ديكورات. ساحره مدايتهم. ما دخلنا نكمل اللقطه، يعني خليتينا نلوصها. يعني مسوين فاصوليه، يعني الديكور اللي مسويته والتفاصيل حتى الجداري. فار يعني دا تخايلها شرشبيل، شلون هذا شرشبيل والسنافر زي يعني بعده يصبون، دا يصبون. صدق انت مو ساحره، يعني ما ترى ساحره بداريتكم. البدلات وقشقتكم شرا، المفروض تسوين بس شوربه، المفروض بس شوربه تسوين شوربه. ما ردتوا الساحره، ما اخذتكم عوف الصاب. عيني عيني جعتي، امشي خلي روح ناكل هناك اخو، ما هنا انا بالموقع ما التصوير. الساحره اليوم غداكم. والله امانه الله لبيتي لبيتي. زين اقول لكم دقيقه، امكم وابوكم متخربطين هناك، خلي روح نشوفهم. ركضي ركضوا. الاب والام وين؟ شو ما موجودين ذولا، وين راحوا؟ شرى ليش ما تبقين ساحره دائما؟ اخر دا اروح انزعها. امشي امشي خلي روح ناكل، امشوا. يعني أول مرة أشوف أميرات ديزني سرا ياكلون فاصولية. يعني ماكو هيك شيء، بس والله العظيم الفكرة والديكور والتفاصيل، يعني حتى الجدار اختارتهن على مرامها. يعني إيه ما الساحرة حتى دتوحي للساحرة. عيني أميرات ديزني الفاصولية عجبتكم؟ يعني عجبكم لكل هذا؟ أميرات ديزني متواضعات. ماكو مثلهم. يلا جيت جيت. إذا أنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو. وين سرى؟ سرى مع السلامة، انتظرونا فيديوهات قادمة. ومريم نشرت فيديو جديد على قناتها، الرابط بصندوق الوصف. باي باي، مع السلامة. اشتركوا بقناتي ميمي هاي. طبقيها.